بسط اليد والحكومة بدعة باطلة، لا لفاسق سفاح إرهابي. إن رفع راية وإقامة حكومة باسم الإسلام تتعارض مع سيرة المعصومين وما جاء عن جدهم الأمين عليهم الصلاة والتسليم، كما أنها تتعارض كليا مع المعاني الواضحة المتواترة المستفادة من الروايات الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، بعد استثناء النادر الأندر ممن بسطت له اليد، فإن بسط اليد لم يكن متيسرا للأنبياء والأئمة عليهم السلام. فهل انتفت أو تنتفي الإمامة عنهم؟ وهل تنتفي عنهم الولاية؟ إن شبهة بسط اليد والمكر بها بدعة باطلة، فقد تم استخدامها على طول التاريخ الإسلامي، وقد تنبأ بذلك وشرع له رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، حيث قال: الحسن والحسين إمامان إن قاما أو قعدا. الإرشاد للمفيد، البحار، الجزء 44، علل الشرائع، الجزء الأول للصدوق، دعائم الإسلام، الجزء الأول للقاضي المغربي، كفاية الأثر للخزاز، فضائل أمير المؤمنين لابن عقدة، كشف الغمة، الجزء الثاني للأربلي، مناقب آل أبي طالب، الجزء الثالث لابن شهر آشوب، ينابيع النصيحة للأمير الناصر. يتبع الصرخي الحسني. لمتابعة الحساب يمكنكم متابعتنا عبر الروابط التالية.